جينا وزال الباقي علينا الاستديو حان وقته. نبدا ولا ايش؟ انا ما اسمع. هلا هلا وغلا والله يحييكم ومرحبا الف في فقره التفانين. حياكم الله. طبعا اليوم ان شاء الله عندنا حاجه بسيطه برضو بسويها مع الشباب، كل واحد يقول انا اللي بسوي، انا اللي بطبخ، انا اللي بستعد. قلت الربع ترى الموضوع بسيط ونبغى لنا واحد، قالوا لا كلنا، اجل كلنا ان شاء الله بنكون عند الجهاز هذا اللي هو عجانه اديسون بضمان 3 سنوات. تقدرون تحصلونه في اي فرع من فروع السيف جاليري او المتجر الالكتروني. طبعا 4 وظائف ب7.5 لتر حوض للعجن، وبرضو فيها خفاق الحلويات، عندكم مفرمة اللحم، وبرضو خلاط الكاس والطاحونة. يعني 4 وظائف موجودة في جهاز واحد، وهذه مفيدة دائما للمطابخ الحديثة اللي احنا نشتغل عليها زي ما انتم شايفين. على العموم نبدأ اليوم ان شاء الله بنصلح حاجة. فين فهد القيص؟ فهد اليوم استعد يا جماعة الخير ان يقول انا اللي بصلح الكيك. قلت الله يدلك، انا برتب لك المقادير وانت اشتغل. فهد فين فهد؟ نبغى نبدا. طيب طاح في الجبنه يا جماعه الخير. هذه طبخه فهد ما شاء الله تبارك الله، يعني الازعاج ذا كله في النهايه. تفضل يا شيف فهد. على العموم احنا بنسوي كيكه خفيفه سريعه بدقيق مجهز ومعد من اول، اللي هو عباره عن 0.5 كيلو من الدقيق، عليها ملعقه من الفانيلا، وبرضه اضفنا عليها النشا، واضفنا عليها بعض المكونات اللي هي السكر وغيرها من المكونات الخاصه بالحلويات. فبسيط، كل اللي نحتاجه دائما دقيق حلويات. ايش معنى دقيق حلويات؟ انه الدقيق الناعم، وما هو دقيق، هو يعني يعتبر طحنته ناعمه بزياده. ونحتاج مع الحلويات دائما السكر، نحتاج الزيت، نحتاج الحليب، الاشياء المعروفه في الكيك. تفضل. هذا الدقيق نبغاك تضيفه في العجانه هنا بمشيئه الله وتطحن. اول شيء انا بفك لك هذه علشان انت تضبط كل شيء. خلينا نفك المضرب هذا حق الحلويات، وهذا هو اهم شيء، مضرب الحلويات اللي هو الشب كذا. اذا تكلمنا حلويات فعرف ان الموضوع ايش. اصبر انا في ايش في امانه معك مشغول امانه معك ازعجني اليوم بدل والله ما يكبها والله. طيب نضيف الدقيق اول شيء يا صاحبي. ضف الدقيق، عليه سكر، عليه بيكنج باودر، عليه فانيلا، وعندنا برضه هنا اللي هو زيت. تقريبا خلينا نقول 3 ملاعق إلى 4 ملاعق زيت على 0.5 كيلو. هذه حلوين اضفناها، وعندنا اللي هو تقريبا 230 الى 250 ملي من الحليب. طبعا هذا كوب، هذا الكوب المعياري. دائما الحلويات اللي بنسوي فيها لازم نستخدم الجرامات والاكواب المعياريه، لازم. اي زياده في اي مكون في الحلويات تخرب على طول، هذا شيء طبيعي. نضيف الحليب. باقي عندنا حاجه واحده مهمه اللي هي الكميه هذه تحتاج فين البيض من الاكله؟ البيض وين يا جماعه؟ البيض من اخذه يا عيال، من اخذها شوف اللي اكل اكل البيض هذا الجوع. الله البيض وينه؟ العقال الله يشتغل شرقان. هات طيب هاك البيضه هذه ما تصيرها في بطن اي اشوف الجوع وكذا يعني. لا ما تعرف شو الحركه. لا لا عادي يعني ورنا الحركه ذيك اللي باليد هذيك واحده كذا. ايه طيب يا فهد تعال اضف الحوض هنا في العجانه. بغيت تكب الخليط الله يعطيك العافيه. لا ما عليك ولا لا حول دقيقه ثواني ثلاثه اهدد لها سنه. هي الشغله بالهداوه، هذه هي ركبناها بالهداوه. المضرب هذا هنا له سنه برضه. خلاص تضغط بالهداوه وعلى طول نضرب الخليط هذا 2 إلى 3 دقائق إلى 5 دقائق ما عندكم مشكله. اهم شيء ان الخليط يكون ناعم، ما يكون في تكتل في العجين. وبرضه حاجه مهمه، الدقيق في الحلويات لازم ننخل الدقيق، لانه بعض الاحيان الدقيق يتماسك فيصير في تكتلات في العجين، وهذا النخل مهم. فنبدا نشغل. ها خلي دقيقه لدقيقتين ونشوف الشباب وش قاعدين يسوون. هم عندهم شيء خلاص تعلمون انتم، ما نبغى احد يدري يعني بشويش. اي ترى ناقص كذا الحين. هاي يوم ما شاء الله تبارك الله. لا 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 هذه ابداع. عبد المحسن فين ولا خلاص على الكاميرا شغال هنا. ورينا من هنا، وريهم ابداعاتي، وريهم ابداعاتك. ابي ان شاء الله انا بسوي سندوتش من عند شو اسمه؟ تفضل من هنا عبد المحسن.
هذه حاجة استثنائية صراحة. بسم الله. إيش بطفيت؟ لا لا تفكها لا تفكها لا تفكها لأن مسمار. ما هي زعتر شوي بس ما حصل للزعتر. أيوة. والله الشباب جعانين اليوم ما شاء الله. على العموم يا جماعة الخير، مع بداية البث أنا جيت عشان نشوف الحلقة والفقرة اللي بنسوي فيها. فبصراحة يعني صحينا الشباب لأنه توا يبدأ البث وكذا. في واحد من الشباب أزعجناه الصراحة، هو المفروض كان عندنا يتأخر شوية ويدخل البث، لا أنا قلت تقوم البث، وهو محمد جابر الله يعطيه العافية صراحة، إنه متفاني وإنه يحاول إنه يكون متواجد دائما في كل الفقرات. شكرا شكرا لك. والله افتح المايك يا اخي، افتح المايك فك. لانه بصراحه احنا بصحينا منه وتعبان ومرهق وواقف الى ذا الحين، يعني هذه حاجه يشكر عليها عندي في الفقره هنا، فعشان كذا يستاهل 100 نقطه كامله ياخذها. انا ما قلت لك يا ابو جابر والله انك قلت يا صفق. لا يستاهل مع احد في واحد قومته ما قام. من هو؟ واحد 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 الله يقول لك. هذا النادر. لا بس لا لا يختلف، هذا وضع خاص، هذا المفروض انه ما يدخل البث الحين. صح يستاهل والله. وقام ولا قال لا انا اجي الساعه 10 واجي الساعه 12، قال ابشر جايينكم. ابشر السعد يا ابو جابر ما سويت شيء. الله يهينك ابو جابر. الف نقطه يا رجل. كيف الحال؟ شلونك؟ كيف حالك؟ ساك طيب؟ وينك انا؟ موجود. كان في حاجه مختلفه ولا انا توني اشوفك؟ توها جديده. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طيب جاهزين؟ ارفع 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 ذا. معليش. خلوها كذا، خلوها. أعطنا الصينية. جابر. بثاني ما بدل للحين. بدل 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 شدوا ورا يلا اشوف يا سيدي ابو سالم. ها هذا زيد يا سيد. الحين اعطيته خامس. الحين اريح ريح 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 الموت. أرع خلصت والخط. شوف الخط خليه خلاص خلاص رب الموت رب الموت. قفل الأداء طف. قفل الخليط. ثواني بجيب أنا مضرب هنا مهم صراحة يا جماعة الخير. إذا بعض الأحيان روح ترى أنا شايفه. هات أنا اكتشفت أن المضرب هذا لي. أنا اكتشفت أن المضرب هذا لي. يا سلام. طيب دقيقة يا صاحبي. أيوة لا لازم ترفعها فوق بعدين تلفها كذا تطلع معها. سلام عليك. حلوين تسوي كذا أول ما طلب طلع طلع أنا ينفد الشهارية. طيب شهارية 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 شهارية. طيب تأكد بس نتأكد من الخليط عشان حركة بس أهم شيء إنك حركة فتأكد منه مضبوط. ها حرك مضبوط مضبوط. طيب ايش بنجيب عندنا هنا؟ طبخ بذره الحين. جيب على شو اسمه جيب هذا هنا. طيب عندنا طاوه تيفال او اي طاوه ممكن تحتاجونها، يعني تحسون المقاس مناسب لها. انا عندي طاوه هنا مناسب لكميه الخليط اللي عندي، سواء بخاخ رذاذ بخاخ زبده او زيت عادي. اذا الطاوه مثلا تحسون انها ممكن تمسك الكيك ولا شيء لا سمح الله، بس انا بحطها كاحتياطا ولا ما يحتاج. الطاوه عندي تيفال هنا ما راح تمسك. طيب نضخ حاجه بسيطه كذا على الجوانب على الاطراف كذا ملمع. ها طيب تعال هنا نخلي هذا هنا ولا نجيب خلينا نجيب هنا احسن. طيب حلوين. ايوه ممتاز عليك يا سلام. طيب خذ الخليط. لا امسك انت الخليط بدي تصبه وتتعلم. لا ابدا من هنا ابدا من هنا. يلا صب وين قدام صب صب في النص عشان يروح مع بعض. إيه هو انا كذا انا عشان اعلم كذا 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 بالطريقه. يلا فدا ارفعها فوق كذا خلاص. بالذات تجيكم كيك ثم بعد أيه. تطلع خبزه فرن. خبزه فرن. طيب في عندي اضافه حلوه كذا ودنا نضيفها.
خليه طلع برا. اجيب هذا الجبار. بالله ساعدني عبد المحسن. طلع طلع ايوه. يا سلام عليك يا شيخ. والله عبد المحسن عنده فكر عنده مخ. والله انا اشوف اني استاهل عليه 50 نقطة هذه. عبد المحسن 50 نقطة. فهد النقيص 50 نقطة. يلا ها. الحمد لله. الحمد لله. بس سامع عليك 100 نقطة. بدنا على ما هو الحين ما بدنا يوم شفت الطب والله صار لا لا تكفى تكفى ابدا اقول تكفى طيب يا حلوي اخذ هذه ايدك غسل غسيل بس حاول تشفها مويه زهل هكك يا بندل ايوه هك عيوني غسل ايدك طيب تعال وزيدك شويه عشان نشوف تستاهل 50 ولا لا والله اني استاهل تستاهل بدون خلاص خلاص تكفي لا ما عندك نشفها من المويه شوف ممتاز عليك ثواني بس كذي بعطل شوية الحمد لله يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم ما ادري كذا بعض الحال تمسك معايا العطسة دي طيب بعد ما ضفناها اعطني هذه شوفوا يا جماعة الخير عندي هنا عبد المحسن غسل التوت وزع هنا وزع وزع ذائقة عشوائية وزع وزع ايوه عادي عادي روح روح ما عندك مشكله حتى جت ثلاث اربع جنب بعض عادي هذا توت لذيذ وحالي ساعدكم بس سامع عشان تشوفوا ايه. ما شاء الله كعدنا كان بنقول مافن التوت زي كذا بس لا هذا كيك في فرق بين المافن والكيك شباني وسع شوي يلا ثواني هيا اصبر شوي ايوه حط انت الا تاخذ نقاط الا تاخذ نقاط الا تصدر مشاهد يلا حط يلا حط زي كذا ايوه يا ساتر البن البيض ما جانا نقاط والله ما عندي ابشر بس سعد والله سعد. غسل المواعين وتجيك النقاط كذا على طول حلو حلو ضبط رتبي وزع وزع هذا حلا كيك بالتوت ان شاء الله هذا مو حلا هذا معجون حط هنا هذا فاضي ايوه ممتاز وهني فاضي حلو وهني فاضي يا بن دنعه يا ابو وهني خلص هذا يحذف يا صاحبي خذ لك 50 نقطه وتشرب والله وجهك طيب انا عليك والله الشباب شكرا لك مرحبا نهال عد السيل ونجوم طيب يا جماعه الخير بعد ما نخلص الخليط بالطريقه هذه ايش بنسوي بنضرب ضربات كذا بسيطه بيطلع منه فقاعات هوائيه في كل الحلويات بالذات اللي في الصواني بالطريقه هذه لما نضرب كذا احنا نطلع الهواء اللي ممكن يكون تحت الكيك علشان ما يطلع الكيك من جهه ويقعد من جهه فلازم نخرج الهواء انا ودي اسالك سؤال اسال الحين وش نطبخ هذا كيك يا حبيبي كيك كيف طيب وش بك صبحت النظاره حقتي الله يهب لك حظ زين لا معليش ما هذا مو بكيك هذا مو بكيك طال عمرك هذا شنو هذا بندر شيل الله اسلمنا سالا هات المشاركه خلني بشوف شغل الفرن يا حبيبي ابو سالم يقولون اجمع يلا يا امورك والرود على بعال منهم لا تغربا والرود على بعال منهم لا تغربا حتى لو اعطيتهم واحده من عيونك قالوا هذه عينه اللي ما يشوف ما قالوا هذه عينه اللي ما يشوف ما كلنا ما شاء الله حتى لو اعطيتهم واحدة من عيونك قالوا هذه عينه اللي ما يشوفها قالوا هذه عينه اللي ما يشوفها سلامتكم جمل الله حالك 50 نقطة رفيجي و50 نقطة المعجم خلصت النقاط يا جماعة خلينا نخلص حظي يعني مع ذا طيب تعالوا معي خليكم معي لحظات نروح للفرن الحين طبعا الفرن في الكيك بالذات اللي زي كذا احنا نتعامل معه الحراره من تحت مو من فوق من تحت على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه نركز في هذه اذا سكرنا الفرن بمجرد ما ندخل الكيك هذا وسكرنا الفرن غير قابل انك تفتح الفرن نهائيا تخلي الحراره من تحت 180 ولمده 20 الى 25 دقيقه هذه اول حاجه لانك لو فتحت الفرن راح يهبط الكيك وهنا المشكله فعشان كذا بندخل الصينيه هذه ان شاء الله في الفرن بمشيئه الله على حراره 180 من تحت بس الين تاخذ 20 دقيقه 25 دقيقه تبدا ترتفع ونحس انها دخلت في مرحله السواء بعدين نشغل الحراره من فوق ونحسب لها 10 دقائق وكذا استوت من تحت وتحمرت من فوق واحلى كيك بالتوت نضيفها الفرن تعال عطبوها انت تحطها ولا فيه بس من تحت اي من تحت هذا خله كذا هذا جيبه هذا اب يعني فوق ذي هذا اب قفله هذا داون افتحه طيب هنا دقيقه طيب هذا ما في كهرب
اوه تعال لنا تعال لا لا ما عليك عادي عادي خله هنا كذا ايوه انا ابي كذا انا ابي كذا يجيب بدون كهرب هو اي خلاص خله كذا لا كيف يجيب بدون كهرب شغال على احجار هو ما ادري انت يا شباب ما هو طالع ما بيجي الصبح حلو اشوف هنا من حراره كم قلنا 180 اهم شيء التركيز في الحراره يا جماعه الخير الحراره عندي هنا مهمه جدا نركز على الحراره حراره هذه اهم حاجه حلوين حلوين شكرا يا فهد شكرا يا ابو جابر شكرا يا صاحبي عبد الرحمن عبد الرحمن صح ايش بدي تضيع بينكم انتم معجب والشباب من دنعا الله يعطيكم العافية صراحة فكرة سريعة حاولنا نسوي فيها الكيك لأن نبغى نلحق على الكيكة الثانية ما دخلت الكافي أي كيكة أنت مو كيك أنت قهوة أنت كل حاجة على العموم القهوة جاهزة هناك القهوة جاهزة ولا مجهزة نطلع على القهوة يا جماعة الخير يلا على حبره خلونا نروح على بال ما تستوي الكيكة وأحلى كيك مع قهوة مدة 20 دقيقة بنحسب لها عشان ما تحترق إذا تبغاش. من تحت كم دقيقة ومن فوق كم دقيقة؟ قلنا من 20 دقيقة إلى 25 وبعدين نشغلها من فوق لمدة 10 دقائق. يعني كلها 25 دقيقة. 35 إلى 40 كان حد أقصى على حسب كمية الدقيق. يا سلام. نطلع هناك. توكلنا على الله. توكلنا على الله. طبعًا حاولنا أمس نسوي بسبوسة أنا طبعًا عزيزي بس. لا بسيطة ما عرفنا انت قل لي بس وانا اضبط الله يبيض وجهك شوف نبغاك تذكرنا كيف الطريقة المكونات سهلة يعني انت لما تجي قشطة وجوز هند وسميد يا سلام عليك بيكنج باودر باكنج باودر عشان تنفش بس وزبادي عشان الباكنج باودر عشان تنضية وقاعدية الله عليك بس هذا هو اللي احنا بسيطة ترى هي بسيطة جاهزين لو علموني ترى سويته يا ابو سعود تعلمنا اهم شيء المعلومة هذه ايش فائدة الباكنج باودر بعض الحين في الحلويات لازم نعرف ايش فائدته عشان تنفخ تعطي مسامات داخل الدقيق بعض الاحيان لا 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 ترى الثلاثه هذول في حاجه نقاط من احنا كم اعطيت واحد نقطه الى الحين اعطيت حتى اللي جالسين تعطيهم 50 نقطه احنا نشتغل انا بقيت شيء انا بقيت شيء الكيك يجي فيه مسامات والله ما ادري بس خلينا نشوف باقي نحسبها الكيك يجي فيه مسامات ايوه لازم اذا ما فيها مسامات ما تنكس سوي جلسه رتوش امزح الله بصبرنا يا رب يا صبرك يا صبرك يا بندر يا صبر الارض صبر الارض اللي تضم مره يجي نمشي السلام عليكم يا مرحبا اهلا السلام عليكم ورحمة الله حياك الله ضبط الحلال وجيد على طول ابد دامك تفهم انا عجبتني فكره الحلال هذه سووا الحلال عجبك المكس اي بالعكس حلو المكس بين